يا جماعة الخير، لما تزوروا فعاليات طاقة لا تفوتوا معرض توعوي من وزارة الصحة. هني بعض الأشياء التوعوية عن المخدرات، أضرار المخدرات، كيف تبدأ المخدرات دمار البيوت وأضرارها، السجن. شوف أيضا القانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هني بعض الكتيبات أيضا. فلهم جزيل الشكر وزارة الصحة على هذا المعرض اللي أكيد راح يستفيدوا الزوار من هذه التوعية. فهذه الحملة الوطنية أيضا للرضاعة الطبيعية الخالصة، وهني أيضا فلهم جزيل الشكر. وأكثر شيء مركزين على موضوع المخدرات، اللي حقيقة كل الدول تعاني من هذه الآفة الخطيرة، فلهم جزيل الشكر. وإمكانكم تزوروهم هني في هذا المعرض، والله يوفقهم يا رب. يعطيكم العافية شباب، ما قصرتم، موفقين إن شاء الله. يامبورك، ماذا يحدث هنا في ولاية الطاقة؟ إنه الخريف. نعرف الخريف، ولكن هناك شيء جديد. هناك فنون تراثية سيعملونها أهالي ولاية الطاقة. نعم. لكي تتفرجوا عليها ورجاء بصمت، لأنكم راح تنبهروا، راح تصمت بغيت ولا ما بغيت، ما راح تبح الله ولا تنطق اليوم كذا. كل هذا إبداعاتكم هنا في طاقة. نعم، إنها طوكيو. عن وصول راعي الحفل بافتتاح فعاليات ولاية الطاقة. حالكم من ولاية الطاقة؟ هذا اللبس لبس أهل الطاقة؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك. جاهزات للفعالية؟ إن شاء الله. يا جماعة الخير، هني بتكون لعبة إن شاء الله ابتداء من بكرة، مسابقات لعبة رياضية اسمها التحدي. بتكون هنا فيها مثل الرجل الحديدي، حلو، بيشوفوا من اللي عنده القدرة القوية ان يتحمل كل هذا التحدي. ان شاء الله بكرة الجمعة في شاطئ او كورنيش طاقة، هذا كله من ضمن فعاليات ولاية طاقة. سلام، ايش رايك بالاشياء الطيبه؟ أوه، لا. ها؟ لا عرفتوه؟ لا شر طاقه. لا 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 بس اعتزلت. الله، هذا وش فن؟ وش احمد؟ هذا فن الهبوت. فن الهبوت. الهبوت ما شاء الله، لكن فن الهبوت الريفي. ايوه الجبل. فن هبوت البادية والريفي والمدينة يختلف. في اختلاف. فن هبوت الريفي يكون متميز بهذا اللبس، وفن المدينة يكون متميز باللبس اللي هو رسمي، وفن البادية يختلف. الفن اللي جاي الحين، هذا الفن اللي جاي يا طويل العمر والسلامة، يسموه فن السنبوق. هو فن ساحلي، أهل الساحل. الساحلي اللي هم البحر، هذا عندما يصنعوا السنبوق ويخلوه جاهز على أساس إنهم ينزلوه البحر يحتفلوا فيه الصانع. ماشي. لحد الآن. رغم تطور القوارب. ثابتة ما شاء الله. فالمجتمع بدون عاداته وشو؟ أكيد. المجتمع بدون عاداته ما يعتبر مجتمع. صح صح صح. العادات لازم الواحد يكون محافظ عليهم ومستمر عليهم. قصر.